عسلمة مدام. عسلمة. لاباس؟ لاباس الحمد لله. أتمنى أروح. اسمي نزيهة. منين؟ من شرارد. مرحبا بيك. قروي. مدام أنت عندك مشكلة، شنو هي؟ احكي لنا مشكلة. الوليد معيق، عنده إعاقة 65%، وضربته كهرباء وهربت أواخر 2014، وقاعد يعاني بك الإعاقة هذيك، معناها عنده كلمة واحدة. هو طفل كان لاباس عليه. كان لاباس عليه. ضربت دار اكسيدون. دار اكسيدون، ضربتهم كهرباء وهربت، ما شادينا شيء. هما ثلاثة من الناس، مات منهم واحد وقعدوا زوز حي. هو ولدك وصاحبك؟ ولدي واحد اخر. ولدي قعد له ارتجاج في المخ وقعد له سقوط في بدنه. فهمتي ايش؟ شطره اليمين هذا ما معناه ما يحكمش فيه. وزاد عملوا له في رمضان تكسر اللي طاح، زاد تكسر في البلاصة المخروقة اللي توجع فيه. عملوا له هاك البلاك في مخروقته. حاولتنا باش نشكي تو، مشيت للمعتمديه، مشيت للولايه، مشيت لاي بقعه، نقول لهم عاونوني عليه مثلا باش يعطوه رخصه تاع دخان ولا حاجه باش يعيش منها، خاطر ما ينجمش يخدم هو، ما ينجمش يدو هكا. شو عمره هو تو؟ هو تو مواليد 93 96 استغفر الله العظيم 96 مواليد 96، يدو هكا ما ينجمش معناها، وشطر بدنه معناها واقف وكلوه واحده، فهمت كيفاش؟ معناها انسان شطر عبد نقولوا نحن. وانا ما عنديش، انا ناخذ في 180 خدمت 20 سنه على الحظاير، خرجوني تقاعد على الشؤون الاجتماعيه، عطوا في 180 وكرني ابيض. هكا هو معناها، وهو مسكين قاعد معناها قاعد هكاك لا خدمه لا حتى شيء، ما نجمش يخدم هو. هو كي صار الاكسيدون نورمالمون معناها فما اسيرونس ياخذ تعويض. صندوق التعويض تو نتبع فيه، معناها عامله محامي، المحامي خذ مني توكيل على حساب ما ياخذ توكيل معناها باش كان حتى صابوا له حاجه مش ياخذها هو، ما نعرفش عاد. شيخه هي ما خاطر ما ياخذ توكيل هو. اللي يكون معناها مش مصيبه الحكايه هكاك. اي صحيتي ما نعرفش هكاك ما نعرفش. اما تو. ليش هو يعني تو؟ لا تو ما خذا حتى شيء من اواخر 2014. الى حد اللحظه ما خذا حتى. لا ما خذا حتى دور. انا نحب مثلا قيس سعيد يعمل مزيه مثلا يعاوني على الوليد يعطيه رخصه، انا نحب الرئيس هذا يمتي انا يعطيني رخصه للوليد، يعطيه رخصه يعيش بها، رخصه بتاع دخان ولا اي حاجه مثلا. هو عنده 66% سقوط في بطنه. ايوا هذا نتاع الطبيب الشرعي، هذا نتاع الطبيب الشرعي، وهذه السيرتيفيكا نتاع سبيطار الحروق نتاع الكسر اللي عاملين ليه بلاكه في مخروقته. ما نجمش يتحرك، فهمتي؟ نجم يعمل حتى شيء، ما نجمش، لا يخدم لا حتى شيء. انا طلبت له رخصه، طلبت له يعاونوه برخصه، ما حاجتي حتى بشيء اخر. رخصه نتاع شنو بالضبط؟ رخصه نتاع دخان ولا اي حاجه، المهم يتحرك بها. اي مادام الرخصه نورمالمون تعمل فيها مطلب راهو، معناها انت قدمت مطالب. عملت، قالوا لي موقفينها الرخصه نتاع الدخان، وهما لا مش صحيح، مش صحيح. انا طلبت له، ما مش صحيح. شكون خذا معناها رخصه؟ اي ثمن سخدت. تمام هو راهو سقوط، معناه سقوط صافي، هو ما عندوش حتى طاقه في بدنه معناه اللي باش ينجم يخدم، راهو ما ينجم حتى شيء، ما ينجمش يطبص لك حتى على لوحه ولا حاجه، ما ينجمش يطبص عليها، فهمتي؟ كان جا عنده ما يخدم راهو يخدم على الاقل، مسكين ما ينجمش هذاك علاش. نعرفوا حكايه التعويض اللي هو مخليه. راجلي مات عام الاول، فهمتي؟ مات عام الاول. وحدك معناه؟ اي وحدي اي. نعرفوا حكايه التعويض. التعويض هانا نستنى، ما نعرفوش. ها ما نعرفش وقت. انت عطيت عملت وما نعرفش. اي عملت عطيت توكيل للمحامي. اي عطيت توكيل للمحامي. معناها ديما تقول له اش فما اش صار. اي شنو يقول؟ ها ومازال ها ويا ها تو شو بري انت شوفي، نجينا من شرارده هنا باش نشوف المحامي. ريتي نجي من شرارده باش نمشي للمكلف العام ونشوف اش عمل اش ما عملش. تو قالت لي مثلا انت عامله محامي هو نورمالمون، قالت لي المحامي يلزمه هو اللي متكلف به. فهمتي؟ وثم شكون قال لي مثلا كي ما ياخذوا توكيل معناها ما يعطيك حتى شوي، يعلم الله بصح وربي يخلص له حالك. اهو طالبه هذاك شنو طالبه؟ انا طالبه يعاونوني في ولدي، حتى قيس سعيد اذا كان توصل لقيس سعيد يعاوني في ولدي، يعاوني في ولدي هكا هو، عاوني في رخصه هكا هو، يعطيه رخصه باش يعيش، باش يعيش في حياته، خاطر ما نجمش كان متنا بعدنا هو يقعد ضايع مسكين، ما عندوش باش يتحرك. انت هي اللي لاهيه بيه وانت هي اللي قاعده توفر له في كل شيء. هاي هذاك كيفاش؟ حتى انا كنت نخدم على الحظاير خرجوني. انت عندك معناها الريتريت نتاعك 180. 180 هكا هو. 180 شنو قادر تعمل لك؟ ليش تعمل حتى شيء، خلصت بها الضوء 90000، 190000. خلصت بها الضوء 190000.
هكا هو. ما شنو معناها تخلص بها الضوء وتبقى هكيك؟ هكيك والله العظيم نقعد هكيك. معناها ما تاكلوش ما غادي ما ثماش منتوج ما ثماش خدمه ما ثماش حتى شيء حتى مثلا وقت الزيتون معناها العبد حتى تجي. انت مادام كي تلقى مثلا خدمه تنجم تمشي؟ لا ما عادش نجم. معناها عندي البرد وعندي الواحد ما نجمش وعندي هو في صدري قديم معناها عندي حساسيه في صدري معناها ما نجمش ما نجمش نخدم نجم حتى شيء. يعني 180 دينار ماهيش قادره تعيشكم وتكفيكم؟ لا شيء. انا نحب ناخذ له هو رخصه فقط كاو. ما حن... مشيت المعتمد ويلي مشيت شيء ما ثماش قالوا لي ما ثماش غادي لا عانيت في الشرار لا ثم حد شيء لا يعطوك لا لا يعطوك لا من الصرف ولا من الواحد ما ثم حد شيء كيفير كهو قعدتنا هكيك كهو. بالنسبه لوضعيه صاحبه نفس الوضعيه زاد ما خذاش تعويض؟ لا ما خذاش قالوا اللي مات ما خذاش. لا مش المات بالنسبه اللي الاخر لا الاخر يعيش البرة خرج البر خرج البر الاخر يعني الاضرار الاكثريه اللي في ولدي هي 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 قعد له في معناها ضربه في راسه هو وضربه في راسه قعد له ارتجاج في المخ فهمتي وقطع صابه معناها كل حبسه اشتغلت. حالته الصحيه ولدك معناها ما فماش هكا؟ انا نباشر في سبيطار الحروق ها عندي الاوراق كلها نباشر في سبيطار الحروق ديما نهز فيه ها التحليلات وهذا المواعيد ريتي الموعد هذايا هذا الموعد نتاع هذا الموعد نتاع سبيطار الحروق هذا ديما نهز فيه هذه الاوراق كلها نتاع تحليلات نتاع تحليلات. ثم امل انه يرجع لبيه؟ لا لا صعيب ياسر سقوط قاعد له سقوط في بدنه سقوط في بدنه هكا هو ما يحكمش فيه. يعني ما فماش امل انه يبرى ويرجع لبيه؟ لا لا سقوط في بدنه وما العروق محبسه راه ما هيش ضربه واضحه عمليه ولا حاجه لا لا ما هي الضربه جاته في راسه محبست له العروق محبست له شطر بدنه فهمتي هذاك علاش كهو هذا معناه نطلب سي قيس سعيد سيد الرئيس يعاوني على الوليد يعطيه رخصه باش يعيش بها نهار اخر هذاك هو ما نطلب حتى شيء اخر. يعني انت بعدك انت ما عنده حد؟ ما عنده حتى حد ما يقيم به حتى حد ماك تعرف يقيم به حتى شكون باش يقيم به يقيم به حتى حد ناي. قداش نمروك مثلا؟ 40 46 93 86 في الاخر 40 لا 40 46 93 86